أنا بعرف إنك زعلان مني يا عبود، بس كرمال النبي تعال بدي صالحك واعتذر منك. هي رجعت ابن خالتك ياسين لبيته، واليوم رح جوزه أختي وعلى سنة الله ورسوله. اطلع يا عبود، على حب النبي اطلع. حاجة تعذبني يا بضاي؟ أنا أخوك نوري، نوري أبو الدهب أخوك. مرحبا زعيم. أهلين أبو صبيح. يعقوب. إيش مزعيم؟ الله يرضى عليك، بدور عند الشيخ أبو طه خليه يجيني على البيت مشان نقرا فاتحة أختي على ياسين. أمرك زعيم، أمرك. فوت البس هواعيك وتعال عندن مني على البيت. خير زعيم؟ في شي؟ لا تكتر اسئله، عم بستناك. قديش عم استنى هاللحظة. فلنقرأ الفاتحة يا جماعة على نية التوفيق. Vous avez entendu de ce qui s'était passé à Damas, Jean? هؤلاء الذين قتلوا الوكيل طلحات يجب أن يؤدبوا. Écoutez-moi, je n'aime pas طلحات. Mais طلحات est odieux. ولو أني عرفت بما فعل لقتلته أنا بنفسي. لكن هؤلاء إن سكتنا لهم سيعودون ويتطاولوا على دولة فرنسا العظمى. سيعودوا ويتطاولوا مرة أخرى. Écoutez bien. خذ قوة من هنا. وأدب هؤلاء أهالي حارة اللوز. وخاصة زعيم هيهم نوري أبو الدهب. ها؟ نو نو نو. لا داعي للمجنزرات. خذ عدداً كافياً من الجنود ولا دير أن يقتلوا عدداً من الأهالي ليعلموا أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا فرنسا. Bon? Tu es prêt? D'accord. لا تطلع لدمر اليوم، نام هون. أمرك زعيم. أهلين أبو حسين. الحقني يا زعيم الحقني. خير شو في؟ بكره في قوة كبيرة كتير بدها تجي تهد الحارة فوق راسكم لأنكم قتلتوا وكيل السرايا، والكولونيل بذات نفسه هو اللي طالع هذا الأمر. شو عم تحكي يا أبو حسين؟ في إلي قرايب بالسرايا، هو اللي خبرني.
وبكره الصبح بدهم يكونوا هون. الله اكبر. شو بدنا نسوي زعيم؟ المهم ما يفوتوا على الهرم. منلاقيلهم برا بالبساتين، يا بروحنا يا بروحهم، واذا بدهم يفوتوا على الهرم ما بفوتوها الا على جثثنا. ابو حسين مري زعيم، بتسلح رجال العماره، قبضايات العماره، وبتجيبهم لهون. انا رايي لعند ابو بطرس اطلب مساعدته، بدي وقفه رجال الشام كلها معنا. قول الله يا الله. يعقوب امرك زعيم، وزع سلاح على كل الحاره. زعيم ايش رايك اروح اجيب رجال دمار؟ تقدر؟ بقدر. قول الله. زعيم ايش ما صار ما بيدخل على الحاره، وفينا نفس بيطلع وبينزل. السلام عليكم. مري عليك. بدي اياكم تروحوا على الميدان عند عمتي معادل. ليش؟ الفرنساوي جايين وناويين يهدوا الحاره اصحابها. خدي نسوان الحاره واطلعوا برا. لا يا نوري لا. نحن قلنا حق ندافع عن بلدنا مثل ما انتوا الرجال الكم حق. امي هدول قوه كبيره. كل رجال يمكن يروحوا فيها، القصه مو لعبه. طيب اعطونا سلاح وشوفونا. الله يخليك يا امي. لا تحرمني اني دافع عن بيتي وعن ارضي وعن بلدي، وانا ما راح اخليك تمنعني، لانه هي بلدي مثل ما هي بلدك. مثل ما بدك يا ام نوري. انا هلا طالع، فارس راح يعطيكم سلاح. انا رايح لعند ابو بطرس اطلب مساعدته. انتوا احملوا السلاح وانتشروا على الاسطحه. امي إذا رجعنا يكون الحمد لله، وإذا رجع الفرنساوي أوصوا عليه دافعوا عن حالكم، وإذا حسيتوا حالكم ما حتقدروا تواجهوه هربوه. أوعيك أمي، أوعيك أوعيك إنه يقدروا يصلوكم. لا تخاف، لا تخاف علينا، ورحمة أبوك بترابه إنه نسوان الشام بقوة رجالك. فارس روح لعند ابن عمك شكري ووزعوا السلاح على كل النسوان وطلعوهن على سطيح. بخاطرك امي. الله معك، الله يرضى عليك ويحميك. فاطمة الله معك أخي. ليلى إذا ما رجعت قولي لأبني إنه أبوك مات شهيد، وعلمي إنه يطلع رجال ويرهن روحه مشان بلده، وما يخاف من أي شيء لو على قطع راسه. ما يخاف إلا من ربه اللي خلقه. الله يديمك فوق راسنا ترجع لنا سالم وغانم. ما خسوا يهدوا حجر بحارة اللوز. أنا هلأ رايح على الميدان والشاهور وباب سريجي واجمع كل الرجال، وانت بدي اياك هلا تروح على الصالحيه وتجمع رجالها ونجتمع بالبستان. مشي وفق. الله معك. الله يرضى عليك تقبر قلبي. خاطرك يا امو، دعيلي يا حنونه. الله يكون معك، الله يحميك والله يحرسك. دير بالك على حالك يا مو. لا تاكلي يا مو، خاطرك. الله يكون معك، الله ينصرك يا مو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين خالتي ام نوري، تفضلي. تفضلي. لا تواخذيني، انا رجال عم ينتظروني بالساحه. الله معك، دير بالك على حالك يا صاحبي. أمرك برت عمي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا أم ياسين؟ أهلين أم نوري. غدي مسكي هالبارودة مشان تدافع عن بلدك ضد الفرنساوية. وحياتك ما بيصلوا لهون إلا ليطلعوا فوق جثتنا. أم ياسين أنا بدي أقول لك لا تهكلي هم. أنا مسامحتك دنيا وآخرة. نحن طول عمرنا جيران وأهل. أنتي بتضلي كبيرتنا وبيضل ابنك زعيمنا وتاج راسنا.